طب يعني ماشي، لو تتوقع كده بداية تشكيل منتخب مصر أمام لبنان، حراسة المرمى مين؟ شناوي اكيد. شناوي. ماشي. اكرم أكرم يمين، وفتوح طبعا، هو فتوح شمال. مقتنع بفتوح جدا. طبعا فتوح من اللعيبة الكبيرة جدا، ليه مستقبل واعد. الونش الونش حجازي مش عارف بقى، حجازي لسه جاي هيوصل النهارده. وصل امبارح بالليل وبدأ شارك هيوصل، النهارده في قصدي التمرين، هيبدأ التدريب النهارده شارك يعني. النهارده 3 العصر. فممكن، بس هو لسه لاعب ماتش من اول امبارح، كان بيلعب مع كان اتحاد لاعب جده. مع اتحاد جده، صحيح. فمش عارف بقى ممكن يلعبه ولا ممكن نشوف لاعب جديد، ما ممكن فيش نشوف خيارات برضو. هو ما يعني ممكن نشوف ياسين او ايمن ياسين اشرف. جامد جدا، مدافع هو اللي جاي جاي ده. جاي. يعني ممكن نقول حجازي او ياسين. لازم. اوكي. خط النص في عبد المنعم برضو، من الناس الكويسه على فكره، بس ما ننساهوش. بتاع مدافع سموحه. فيوتشر، فيوتشر فيوتشر السنه دي. دلوقتي. في مروان طبعا. داوود بتاع سموحه. لا، مروان الامبي، الباك ليفت بتاع امبي. صحيح 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 ده صح. جاي من الشمس. جاي بديل، مش بديل، جاي باك، جاي باك ليفت. صحيح، كلام صح. خط النص، خط النص هو اخر ماتش لعب بحمدي فتحي هاف رايت على فكره، بس انا اعتقد في وجود زيزو، زيزو ممكن يلجأ زائد جنب السوليه. زيزو هاف رايت. ماشي. والسوليه سوليه ورفعت. ورفعت. رفعت على فكره لعيب جامد جدا، للاسف ما خدش حظه في الزمالك. يعني هو التوقيت اللي كان موجود فيه حظ وحش. كان هو حظ وحش. يعني في خد بالك، في لعيبه ممكن يجي فريق يكون هو جامد جدا بس ظروف ما يكونش ليه الفرقه ما حظوظ كانتش معاه. مساعداه. صحيح. طيب مين بقى اللي قدام، 3 اللي قدام؟ ما هو يا اما هيلعب بمصطفى، هيلعب بمصطفى وينج رايت، ماشي، وهيلعب مروان، هو مقتنع بمروان جدا. ماشي كويس. مروان برضو ممكن ابننا شريف لو لعب 4 3 3. خد بالك شريف ماتش برضه سهل مش صعب. برضه هيدي شريف جناح. طبعا. لان شفنا شريف فقد قوته كلها لما كان في المركز ده مع انجولا. هو حتى جات له كورتين فتوح قدر يعدي ولعب له ثرو او اتنين. حطها فوق الشبكه. مش عدلته. مش حتته. بص على حاجه. اولا يعني كروش المتابع لتاريخه يعني. اولا ما بيحبش النجوم. خالص. ماشي. هو عنده سياسه بيطبقها. زي مكان. حط ده حط ده حط ده حط ده، هتنفذ لي هاخدك معايا، مش هتنفذ لي شكرا شكرا. وهو طبعا زي ما بيقولوا ذبح القطه كده لكل انت. عملها مع قفشه، وعملها عملها مع الكبار، عملها مع القطبين، مع الجماهير الكبيره. بيوصلها بيوصلها ان انت لا انت مش هتلتزم معايا بالفكر اللي انا عايزه. انجح. هتبقى معايا. ما ده السؤال اللي هيجنني، طارق حامد ينافس فكرة اي حاجه. طارق حامد حل هو دايما. هو كان مبرره في بتقول عشان عايز انزل بالسن. انا اتكلمت على دي كمان ساعتها، قلت يعني احمد فتحي مهم، عبد الشافي مهم، هنحتاجهم الخطوات اللي جايه. احنا المرحله اللي احنا فيها، اللي احنا داخلين فيها على كاس العالم دي او نوصل نهايات يعني، ما فيهاش حاجه اسمها احلال وتجديد. ده مش وقت الاحلال والتجديد. اتفق مع حضرتك جدا. اكيد اكيد في لقاء الحاسم بعد لقائنا الحاسمين بس وجود عبد الشافي سواء في الملعب او على الدكه ونفس الكلام احمد فتحي مهمين جدا. اكيد هنحتاجهم في وقت. طارق حامد اكيد طبعا اساسي مش على الدكه كمان. طارق حامد من اللعيبه المهمه جدا. بس انت استرجاع الكوره عندك كان عندك بشكل جامد جدا يعني في ماتش انجولا، وعشان كده نزل حمدي فتحي عمل تغييره يعني اللي شفناها.